حاجة غريبة جدا. هختم معاك بكلمة سريعة، تصريحات المهندس هاني زادة تأثيرها في السوشيال ميديا، شفت تأثيرها ازاي وتأثيرها على المنظومة ممكن تتفتح فيها كلام ولا الموضوع يعدي كده عادي؟ هو للأسف كل حاجة في ما يتعلق بالبيت الأبيض بتعدي. يعني الزمالك لما بيكون في تصريحات اعترافات حرة ومباشرة من أحد المسؤولين زي مثلا هاني زادة اللي هو مش مسؤول في الزمالك، لا مسؤول في رئيس منطقة الجيزة، وبيتكلم عن قطاعات سنية وبطولات للقطاعات السنية دي، ومدربين وأسماء لاعبين كانوا ممكن أصلا بيقول يتشبه شنبات هو حسب تعبيره يعني. بالظبط. فإذا الراجل ده اعترف على حاجة تلاعب واستغلال وظيفته ومركزه الوظيفي لخدمة نادي بعينه. فين بقى اتحاد الكرة؟ اتحاد الكرة لا يرى لا يسمع. فين لجنة الانضباط؟ ما وفين الإعلام؟ هو فين الإعلام؟ وفين الإعلام؟ الإعلام اللي هو بيركز حتى مع نصف الحقيقة. يعني ملف طبعا الموضوع ده انتهى شوية، الترند ده انتهى شوية دلوقتي، يعني هو ترند مثلا أكبر قلعة رياضية في مصر. الناس كلها أولا بدأت تتعامل مع الموضوع وكأنه هيقول لك ليه الأهلاوية زعلانين؟ على فكرة يا أحمد، بس للأسف وقتنا بيجري بسرعة. طبعا احنا ما عندناش مشكله في كل واحد يقول على نفسه اللي هو حر، يعني هو حر مفيش مشكله، بس يكون هي بينعكس الفكره بقى فيما بعد الكلمه، واللي بالظبط مش عاجبه مش الجزء. عارف. بالظبط هو دي النقطه بقى، بالظبط، هي دي النقطه الناس ناسياها مش واخده بالها. للاسف الاعلاميين اللي هو اصلا كان في حضورهم الكلمه دي طلعوا بعدها يقول لك عادي ما حصلش حاجه، ما قالش حاجه الراجل. فهو دي المشكله، ان هو طبعا الكابتن حسين لبيب قال الكلمه دي كذا مره عادي، انت واحنا حر عادي. يعني هو على فكره هو مش حر، يعني عايز اقول لك بقى ان هو مش حر، لان في الاخر ما انت معلش انت ما تدخلش ما تقولش عن نفسك شعارات. حاجه. بص يا احمد، هي في الاخر شعارات بالظبط شعارات، لكن في الاخر هل بطولات؟ هل القاب؟ لا، لكن بالظبط الكلمه اللي بعد الشعار ده هي هي اللي مش مقبوله. هو دي فعلا، هو ده اللي فعلا مسخن الناس عليه. لكن للاسف السوشيال ميديا اللي بتسخن واللي هو انعكاس الناس بشكل مباشر، لكن الاعلام الرياضي المفترض فيه الحياد لكنه للاسف غير محايد يعني. للاسف.